الشديد. من قراءات حالة الطقس إلى قراءاتنا بالكاريكاتير مع زميلنا الفنان التشكيلي إياد حمادة، وجديد ما حملته لوحات الكاريكاتير في صحفنا المحلية والعربية والدولية. صباح الخير إياد. صباح الخير مدام. صباح الخير مدام ريم. اليوم يبدو لي الرطوبة ما زالت لسه مرتفعة، وفي تعرق وفي دبق وفي قصص من أكيد يعني نحن بشهر آب يعني صحيح أكيد. اليوم كمان معنا مجموعة من الكاريكاتيرات اللي هي انتقاء ما بين التواصل الاجتماعي زائد الصحف العربية زائد أيضا ما ينشره الفنانون الكاريكاتير عن يعني في مجمل رسوماتهم عن الوضع، عن السياسة، عن 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 إلى آخره. خلينا نشوف ونستعرضهم. طبعا نضال ديب يرى أن راكب الجواد العربي دائما معكوس، لاحظي كل الاتجاهات تتجه باتجاه واحد إلا العربي يركب حصانه في المقلوب، وكأنه خارج دايماً. هذا الإطار، خارج هذا العالم، تماما خارج هذا العالم، دائما هو خارج السرب يغرد وحيدا. يعني هي كمان من القضايا التي تؤلم، أنه دائما السياسة العربية تأتي متأخرة، دائما صحيح. القرار العربي يأتي متأخرا، يعني لأن القرار مو بإيدهم، يعني ترمز لها رمزية كبيرة هذه اللوحة، يعني تستطيع أن تسقطي عليها أي منظور طبعا 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 لسبب لضعف السياسة العربية بشكل عام، يعني وهذه الأنظمة التي ارتهنت بقرارها للغرب وهي تنتظر، تجلس أمام التليفون وتنتظر قراراتها الآتية وتنتظر الأوامر إذا صح التعبير. طبعا هذه اللوحة تعبر عن الماكينة الصهيونية، هذه المطحنة التي يعني لاحظي القمع والمفاوضات، مفاوضات مباشرة، يعني مبادرات عربية، محادثات السلام، يعني تفسرها إسرائيل وتسمرها على أساس مستوطنات جديدة. يعني وكأنه كل هذه المفاوضات ذهبت أدراج الرياح ولم يكن من ورائها أي جدوى. منشوف الكاريكاتير اللي بعده. طبعا هي اللوحة كتير معبرة، يعني يعني لاحظي رغم كل هالمفاوضات وإلى آخره، بالنهاية عم بتشكل مستوطنات جديدة. طبعا قصة أبو مالك التلي هذه القصة التي طبعا قامت المقاومة والجيش العربي والسوري والجيش اللبناني بإذالة هذه العصابات المسلحة التي كان يرأسها أو كان زعيمها أبو مالك التلي. ونرى هذا الكاريكاتير، يمكن لأحد الأصدقاء، يعني كيف أزالوا هذا الشخص وأسقطوه من على التلة. يعني الكاريكاتير حلو طبعا أكيد، وإن شاء الله هيك يعني سيأتي يوم وتخلو بلادنا من هؤلاء التكفيريين والإقصائيين إذا صح التعبير. منشوف الكاريكاتير اللي بعده. طبعا اليمن وحرب اليمن، حرب السعودية على اليمن، كيف عرت هذه الحرب على اليمن، عرت السعودي وأظهرت عوراته أمام الناس، فهو يقف خجلا لا يستطيع أن يفعل إلا أن يحاول أن يستر نفسه، ويعني ولا ينجح من كثرة الموبقات التي فعلوها في اليمن والدمار ويعني انتهاك حقوق الإنسان. منشوف الكاريكاتير اللي بعده. طبعا الأقصى والعالم الإسلامي تماما، والعالم الإسلامي كيف يدفن رأسه في الرمل كالنعام، يحاول ألا يرى، يحاول ألا يسمع، هو خارج هذا الإطار، خارج هذا العالم. طبعا الكاريكاتير يعني معبر. واضح ومعبر ويعطي له دلالات كثيرة. لاحظي يعني حتى فاض الدم وخرج من خارج التلفزيون صحيح. وأصبح يقطر على الأرض إذا صح التعبير، ومع ذلك لا أحد يحرك ساكنا. يعني هي من الأشياء اللي يعني تلفت الانتباه، يعني تذهل، كاريكاتير جميل ومعبر جدا. بنشوف الكاريكاتير اللي بعده.
طبعا صندوق النقد الدولي، الدول التي غالبا لديها مشاكل اقتصادية ولديها أيضا متطلبات واحتياجات اقتصادية وبنيوية، غالبا ما يعني تستند إلى الصندوق الدولي، صندوق النقد الدولي الاستداني أحيانا. للأسف يعني غالبا هذا الصندوق الذي بدل أن يحل مشكلة فيكون عبئا كبيرا. لاحظي كيف يمثل إلى هذه الدول، طبعا كيف يمثل هذا الشخص الذي يمثل أنه مستدين من النقد الدولي، كيف يعني يحاول أن يتعامل ويسقطه في الهاوي. طبعا هو خراب، وهناك أجندة طويلة من المتطلبات التي يعني والشروط التي تفرض على المستدين. طبعا هذا الكاريكاتير من الكاريكاتيرات الجميلة والرائعة التي أعجبتني جدا. هذه الفتنة، يعني هذه الشخصية تمثل الفتنة برأسها، هذا الرأس الذي يشكل شيوخ الفتنة إذا صح التعبير. كذلك الأمر إذا اعتبرناها رمزية الفتنة فإنها تتعكز بسلاحين. لاحظي كيف يأخذ هذا السلاح كعكاز وينتقل فيه. طبعا لاحظي كيف هو خارج من المدينة التي بدأت تظهر تشوارعها الدماء والدخان والدمار. إذن هي الفتنة هي حالة دمار، حالة دمار متنقل. أينما حلت يحل الدمار والخراب. يعني كثير الكاريكاتير معبر وجميل، ويعني أعطي أبعاد جميلة وحلوة. طبعا شماع وجريدته وما يحاول أن يقرأ شماع مطالعاته تماما. يعني أنا حاسس يعني بدون ما أشوف شماع بس تحسه قارئ جريدة جيد وماهر في محاولة اللعب على الكلمات. يعني لا، ورياكشن المواطن اليومي يعني عن عناوين الصحف تماما. يعني هلأ شوفي الصحف تقول كف يد لمدير اختلس مليار أو هيك شيء، كف يا شباب. ايه فكف يا شباب. يعني فهو نوع من اللعب دائما بالعب. طبعا هو يتعامل مع المسائل بمنتهى المرح، وبنفس الوقت بذكاء. في نوع من التقريع الخفيف على ان هناك مشكله في 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 مشكله فساد، مشكله خلل اداري، او بما يعني دلالات جميله وخفيفه وواضحه وتدعو للابتسامة إذا صح التعبير. بنشوف الكاريكاتير اللي بعده. طبعا أيضا شماع، أنا يمكن اخترت له اليوم لوحة، ثلاث لوحات على ما أعتقد. يمكن لاحظي هذا المواطن كيف يأتي إلى القبر، عم بيقول له إذا سمحت فضينا القبر. طبعا القبر مستأجر، فضينا القبر ونجوز الولد. يعني طبعا يعني هو يعني كما يقال يعني عم بيعطينا الشغلة لكن بفكاهة. يعني بفكاهة هو يقصد ضيق الإمكانات وارتفاع أسعار ربما القبور التي ربما أصبح لها سماسرة يعني خاصين فيها. كذلك الأمر ربما يدل عليك أيضا ارتفاع أسعار البيوت العقارات أيضا. يعني له دلالات كثيرة. دلالات طبعا. طبعا جيبنا واحد لاحظي كيف هذا المتنفذ يحاول أن يعني يأخذ مال هذا المواطن بطريقة ما، وهو يقول له أن جيبنا واحد. جيبي وجيبك واحد. وهذاك يعني لاحظي الصورة كيف يعني واضح أنه شماع ما معه ولا ليرة. أكيد. بنشوف الكاريكاتير طبعا. لاحظي مسألة الحرب على الفساد، أو من أين نبدأ الحرب على الفساد. يعني لاحظي حتى من يبدأ الحرب على الفساد هو فاسد ويحاول أن يقتنص الفرص. لاحظي هذه المفارقة الغريبة العجيبة، أنهم الإسنان يعني يحاولان أن يرفع شعار الحرب على الإرهاب. يعني دليل أنه هذا الفساد ما له طرف خيط. تمام. يعني شربوكي ما بيعرفون مين بدون فيه. يعني لاحظي ومبين الفساد شغال يعني حتى مع الجملة أنه نبدأ الحرب على الفساد. من هون لا طيب. من هون نشوف الكاريكاتير اللي ما. طبعا هذا الكاريكاتير كتير أعجبني، وحتى طريقة الرسم غريبة. يعني فيها كثير من
يعني عجبني البنطلون يعني لاحظي تماما هي لمين يعني والله انا اخذته من التواصل الاجتماعي واتمنى اني اعرف رسام هذا الكاريكاتير حقيقة يعني هو يحاول أن يقول أن هذه الندب وهذه الجروح وهذه الشقوق التي يحاول الأهالي أو الأب أن يرقع فيها لباس ابنه حتى يستطيع أن يظهره إلى المدرسة ربما من الفقر ربما من الحاجة موضة كمان يعني لا هون موضة نهائيا يعني دائما الأب يعني حتى تضحية الأب طبعاً واحد هي التضحية هي التقدم العطاء باتجاه أنه يشوف مثلا أولاده في خير أولاده سعداء هي مسألة يعني فيها من الحالة الإنسانية شيء الكثير عدا عن ذلك الكاريكاتير يعبر بالوجه تماماً على الوجه كيف هو هيك تحسي فيه من الإحساس ما يثقل الذاكرة يعني والخيال نشوف طبعا نحن مثل العادة أضفنا صورة دائما فوتوغراف اليوم لفتتني هذه الصورة أحيانا كثيرة ترينا مثلا عندما نرى مشهدا أو منظرا ربما مخيف ربما هو يعني غير مقبول لا نتحمله ربما نضع أيدينا على أعيننا يعني دائما لأي حدث ذاكرة ربما هذه العينان هي ذاكرة أي حدث صحيح. يعني إحنا ربما لو لم نعرف هذا الحدث لما وضعنا أيدينا على أعيننا ولكن ذاكرتنا عن هذا الحدث هناك مرور يعني الإنسان ذاكرة وأفكار ومحطات تماما هي معبرة جدا يعني أنا أخذت زاوية من الشرح ولكن هي حتى لها أبعاد كثيرة تشبه اللقطات السينمائية هيك تماما تماما وهيتشكوك يعني كثير فعلا غريبة وبس تمام. رائعة كثير موفقة طبعا هي كانت آخر صورة معنا نحن خففنا يبدو عندنا ضيوف كتار اليوم بالحلقة صباح الخير اليوم زملائك من النحاتين رح يكونوا معنا لأن نعم. ما شاء الله نشاط الإبداع بالنحت طبعا بيشط بالصيف وبهذا الموسم تماما رح يكون مع مجموعة من النحاتين شكرا جزيلا لخياراتك وموضوعات اليوم بالكاريكاتير ويسعد صباحك إياد يسعد صباحك مدام لبابا شكرا أستاذ إياد نلتقيك بالأربعاء اللي جاي بصور وكاريكاتير جديد إن شاء الله وانت بخير يا رب